بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، نفذت مصالح أمن ولاية ورقلة عملية شرطية واسعة بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورقلة، وهذا من خلال وضع نقاط ثابتة ومتنقلة لتعزيز التواجد الأمني المشترك، وهذا لمكافحة الجريمة في الوسط الحضري، وكذلك بهدف الحفاظ على أمن وممتلكات المواطن. نشكر أعوان الدرك الوطني والشرطة اللي قايمين بدورهم، يعني التوعية والتحسيس في الطرقات.